اخبارك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله والخير. طبعا الحمد لله والشكر لله يا جماعه. حبيبي ابو مليك، نورنا ابو هبه النهارده من الاقصر، يستلم مننا مجموعه لحم اهو على الطبيعه. الراجل شاف مجموعته الحمد لله والشكر لله. ايه رايك في الحمامتين يا ابو هبه؟ موارد الله. ابو هبه يا جماعه من الاقصر، وراجل محترم جدا كان نفسه يتعرف علينا. الراجل جه نورني في المحل بتاعنا المتواضع، الحمد لله والشكر لله. حصل لنا الشرف والله. انا اللي حصل لي الشرف ان انت يعني راجل جاي من الاقصر عشان تشوف الدنيا بعينيك وتشوفها على الطبيعه. لنا نصيب. طبعا بشكر كل راجل محترم من الاقصر بيتابعنا، بشكر كل راجل كويس. الحمد لله والشكر لله. الحمام اهو يا جماعه. الله يبارك لك. الراجل استلم الحمد لله والشكر لله، الحمام بايديه عشان معلش لا ضرر ولا ضرار، شاف حاجته بعينيه على الطبيعه، مظبوط يا باشا؟ الله يبارك. ايه رايك؟ الله يبارك. طبعا سلامي العناني كان نفسي تبقى معانا يا محمد، لان الراجل كان عايز يسلم عليك. اي والله. وسلامنا للسعيد وسلامنا ليوسف. طبعا ابو مليك الراجل جاي مشوار. انت شرف لينا يا باشا والله اللي انت نورتنا، الحمد لله والشكر لله. وباذن الله يا جماعه بنجهز لكم ان شاء الله عرض زواجل. تمام كده ابو مليكه؟ تمام باذن الله بنجهزه اهو في الطريق، وان شاء الله في حاجات كتير كويسه هتنزل، وانتظروا كل كويس ان شاء الله بكره. انا عايزك تظبط الدنيا يا باشا. الدنيا مظبوطه، انت عارف بجهزه اهو ان شاء الله عرض الزواج. مش هحرقه ومش هصوره. لا حمامتين محترمين جدا ان تمام. شاء الله نازلين بكره الظهر. بكره الظهر الظهر ان شاء الله. وانت ابو هبه طبعا انت شرف لينا والله العظيم كبير جدا اللي انت جيت نورتنا هنا يا جماعه. ابو هبه من الاقصر ومن الناس المحترمه جدا، شرف لينا يا باشا. الحمد لله اللي انت نورتنا المحل عندنا المتواضع. الشرف ليا حبيبي يا بوي.